صبار الالوفيرا، تمام. طبعا صبار الالوفيرا ده يعني نمو وتجدير رهيب جدا، تمام. ببدا ان انا جبت واحده زي كده، وببدا ان انا احط العقله بتاعتي كده زي ما حضراتكم شايفين، تمام، كويس جدا. وببدا ان انا بسم الله ان شاء الله في الفيديو ده انا هعرف حضراتكم طريقه تعقيل شجره الجهنميه. لو انت عندك في الحديقه في شجره جهنميه عجباك وعايز تعقل منها، تمام، زي ما احنا بنستخدم عندنا في المشاتل طريقه التعقيل، هقول لحضراتكم على طريقه التعقيل بكل بساطه جدا. زي ما حضراتكم شايفين دي كانت عقل عندي، وبدات بفضل الله ان هي تشتغل وتطلع، تمام، زي ما حضراتكم شايفين بالوان كتير جدا. لو انت عندك في الحديقه لون عجبك وعايز تعقل منه، او انت عجبك شجره وعايز تاخد منها تكسر منها من شجره الجهنميه، باذن الله تابع الفيديو ده معايا للنهايه وهتعرفوا كل حاجه بالتفاصيل. يلا بينا بسم الله ان شاء الله. احنا في الطريقه دي هعرف لحضراتكم تعقيل الجهنميه باسهل طريقه جدا. طبعا افضل ميعاد لتعقيل الجهنميه يا جماعه بنبدا من شهر يعتبر واحد لعند شهر ميعاد منتصف شهر ثلاثة او اواخر شهر ثلاثة. ده افضل ميعاد للعقله الخشبيه. يعني اي عقله خشبيه عندك عقلها، هيباسكس، مسك الليل، تكوما، كف مريم، عنب، تين، الحاجات دي كلها عقله خشبيه عقل وانت قلبك مستريح خالص. يعني ان شاء الله هتبقى نسبه النجاح 100% ان شاء الله، لان انت دلوقتي هو الموسم بتاعها موسم العقله الخشبيه. طيب الطريقه طبعا عشان خاطر العقله تنجح ليها عده اسباب كتير. اول حاجه ان انا مقياس العقله بتاعتي قد ايه، لازم هل احط العقله بتاعتي فيه هرمون تجدير، او لازم ان انا اعمل عمليه تدفاء للعقله بتاعتي. ما ينفعش ان انا اسيب العقله بتاعتي كده، تمام، في الشمس او احطها في مكان مشمس من غير ما اغطيها او احط لها اي كيس يعمل عمليه تدفاء عشان يساعد على التجذير. طب انا هوري حضراتكم دلوقتي طريقه تعقيل الجهنميه ازاي، والحمد لله رب العالمين نجحت معايا بالطريقه زي ما حضراتكم شايفين، تمام. كل ده كان عباره عن عقل، تمام، كل ده كان عقل، تمام، والحمد لله بفضل الله نجحت. هوري حضراتكم بالتفاصيل كل حاجه عن عقله الجهنميه، تابعوا الفيديو معايا ان شاء الله للنهايه باذن الله. يلا بينا بسم الله. دي يا جماعه العقله اللي احنا هناخدها ان شاء الله من بعد الاشجار عندي، تمام. طبعا انا جبت الاشجار دي في الصوبه عشان اعرف اشرح عليها، تمام. زي ما حضراتكم شايفين انا هاخد عقله دلوقتي، تمام، بطريقه زي ما حضراتكم شايفين باجي مثلا لغصن زي ده كده، تمام. اهم حاجه يكون غصن خشبي يا جماعه، يعني انا مثلا يكون غصن خشبي، تمام. ما تجيبش الطرفيه، ما تجيبش العقله الطرفيه، خش عليها كده، ما تجيبش العقله الطرفيه دي، لا انا عايز حاجه خشبيه، عايز حاجه خشبيه. مثلا هاخد عقله زي دي كده، تمام، زي ما حضراتكم شايفين، تمام، دي العقله الخشبيه، تمام. وببدا ان انا اخد بسم الله. زي ما حضراتكم شايفين انا قطعت عقله خشبيه، تمام. ببدا اي فرع عندك، اي فرع عندك في الجنينه في عندك زهره جهنميه او شجره جهنميه، بتاخد منها العقله الخشبيه وتاخد مقدار 20 سم يا جماعه. انا عملت عقلتين 20 سم زي ما حضراتكم شايفين كده بنفس المنظر ده 20 سم. وببدا ان انا بس خلي بالكم وحضراتكم بتقصوا العقله لازم تتاكد ان العقله يعني معدوله لفوق، ما تكونش العقله وانت جاي تزرعها تبقى معكوسه، لا، زي ما حضراتكم شايفين. وتبدا تشيل الزهر ده والورق، الزهر كله والورق، ما تسيبش حاجه خالص، الورق والزهر، تمام، زي ما حضراتكم شايفين كده. ادي اول عقله، تمام، والعقله الثانيه برضه ببدا ان انا اشيل الورق والزهر، تمام. زي ما حضراتكم شايفين انا كده مقياس العقله بتاعتي نسويها، تمام، ونبدا ان احنا نعمل مدببه، نخلي العقله اللي فوق دي مدببه زي كده بالظبط، تمام، مش مشطوره كده من فوق، تمام، نفس الوضع كده عشان في الزراعه اولا ما تنساهاش، ثانيا الميه ما تتركب، يعني الميه اللي هي الندى او من البخار بتاع المياه ما يتركزش فوق، ان هو ينزل على طول مباشره للعقله عشان ما يسببش اعفان، تمام. وتبدا ان انت تشطر الجزء اللي تحت ده بنفس المنظر ده كده، تمام، نفس المنظر ده كده زي ما حضراتكم شايفين، تمام، عشان تساعد على عملية زي ما حضراتكم شايفين انا عملت العقله بنفس الطريقه دي كده، تمام، برضو الثانيه بنفس المنظر ده كده، تمام. طيب خلاص انا كده جهزت العقلتين بتاعتي، سويتهم 20 سم العقله. طيب بسم الله ما شاء الله. انا دلوقتي عايز هرمون تجدير، ما عنديش هرمون تجدير، هجيب لو عندك صبار الوفيرا ممكن تاخد منه. بسم الله. طبعا احنا خلاص خلصنا جهزنا العقله بتاعتنا، تمام. طيب احنا عايزين اولا من نجاح العقله، تمام، الميعاد، وانا قلت الميعاد يا جماعه بيبدا من دلوقتي معاك لعند منتصف شهر 3، دي العقله الخشبيه.
تاني حاجه التجدير، عايزين حاجه هرمون تجدير. طبعا معظم المشاتل الكبرى بتستخدم الهرمون التجدير. طب ما فيش عندك انت في المنزل عندك شجر جهنميه وعايز تعقل منه، او عندك اي عقله زي الخشبيه اللي انا ذكرتها في اول فيديو وعايز تعقل وما عندكش، تمام؟ ممكن ان انت تستخدم، انا هستخدم عندي، انا جبت من المشتل عندي صبار الالوفيرا، تمام؟ طبعا صبار الالوفيرا ده يعني نمو وتجدير رهيب جدا، تمام؟ ببدا ان انا جبت واحد زي كده، وببدا ان انا احط العقله بتاعتي كده زي ما حضراتكم شايفين، تمام؟ كويس جدا. وببدا ان انا اجي زي ما حضراتكم شايفين كده، خش عليا، ببدا ان انا اجي انا جهزت القصرتين عندي، تمام؟ زي ما حضراتكم شايفين خلاص، تمام؟ بس كده اكتفي كده، خش عليا، ببدا ان انا اغرز مقدار 5 سم من العقله، اغرز 5 سم من العقله، تمام؟ مهم جدا يا جماعه، 5 سم من العقله. طبعا انا جهزت التربه بتاعتي وريتلكم في اول الفيديو الطمي بتاعي بالرمله، وجهزت الرمله بطمي مع بيتموس. لو ما عندكش بيتموس ممكن تعمل رمله مع طمي، لازم رمله مع طمي، ما تحطش طمي بس عشان ما يبقاش كاتم عندك على العقله بتاعتك، تمام؟ وبتيجي على طول مباشره تبدا ان انت تروي، تمام؟ خلاص كده انا رويت. طيب ببدا ان انا اجيب ازازه مثلا زي دي كده، دي ازازه، اي ازازه كوكاكولا عندك، ازازه استعمال، تمام؟ وتبدا ان انت تفتحها كده. بسم الله. طبعا انا جبت ازازه وبدات ان انا افتحها من فوق، تمام؟ ولازم اخرمها من فوق يا جماعه، لازم اخرم الازازه بتاعتي من فوق، تعمل عمليه تهويه. ليه يا جماعه الاخرام دي؟ لان الاخرام دي ما تكتمش عندي وتبدا يبقى في ندى كتير او في مياه كتير، تبدا العقله عندي تعفن، تمام؟ وببدا ان انا اجي اغطي العقله بتاعتي بعد الري زي ما حضراتكم شايفين، والعقله الثانيه زي ما حضراتكم شايفين. خلاص كده، خلاص انا كده عقلت وغطيت العقله بتاعتي بطريقه كل المشاتل بتعمل كده. بس احنا عندنا في المشاتل بنعمل ايه؟ احنا بنعمل عباره عن كياس صغيره، تمام؟ بيبقى حجم الكيس من 10 ل 15 سم، وبنبدا ان احنا نرص في حوض، وبنبدا ان احنا نعقل كميات كبيره. يعني احنا ممكن نعقل في الحوض 1000 2000، لكن انا بوري لحضرتك لو انت في المنزل عندك او انت عندك في حديقه وعجبك لون شكل جهنميه، شجره جهنميه عجباك وعايز تعقل يعني تكسر منها وتعقلها بطريقه سهله جدا، دي الطريقه دي، واشتغل عليها بابسط ما يمكن. طب ايه الري؟ انت مش هتروي خالص لمده شهر، لان الازازه دي بتنزل الندى بتاعها والميه بتاعها الفايز، فبتخلي تحت الازازه تحت العقله عندك طريه، فانت مش هتدي خالص من الري، تمام؟ انت هتروي بعد شهر، هتكشف وهتحط العقله في مكان شمس مغربله، يعني مش شمس مباشره، لان لو حطيته حضراتكم في شمس مباشره هتضطر ان انت ترفع والازازه وكل شويه تروي وهتحصل اعفان للجذور. وزي ما حضراتكم شايفين ادي عندي عقل، تمام؟ بدأت كانت تنجح عندي، تمام؟ بنفس المنظر ده، وادي بنفس المنظر ده في الجهنميه، وبنفس المنظر ده برضه، تمام؟ زي ما حضراتكم شايفين. طبعا تعقيل الجهنميه سهل جدا، تمام؟ زي ما حضراتكم شايفين احنا عندنا الوان جميله جدا من الجهنميه، ليها الوان كتير جدا، يعني انا عندي في المشتل بس تتراوح من 7-8 الوان للجهنميه، والجهنميه الوان، في جهنميه قزميه، في جهنميه كريشه بتبقى الزهره بتاعتها مجوز، في جهنميه عندي مختلطه الالوان الابيض مع الـ 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 الاحمر،